السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا تالت رح نبلش بحل أسئلة وحدات الحيوانات. لنبدأ في السؤال الأول، اكتب اسم المجموعة التي ينتمي إليها كل حيوان مما يأتي. الحيوان الأول هنا ينتمي إلى مجموعة، أحسنتم، الثدييات. الحيوان الثاني ينتمي إلى مجموعة الطيور، السلحفاة تنتمي إلى الزواحف. هنا أيضا ينتمي إلى مجموعة الطيور. وآخر إشي ثالث ينتمي إلى مجموعة الأسماك. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، أضع إشارة صح أمام الجملة الصحيحة وإشارة خطأ أمام الجملة الخاطئة في كل مما يأتي. ترضع الثدييات صغارها، أحسنتم، صحيح. جلد البرمائيات رطب، نعم صحيح. الحوت من الثدييات التي تعيش في الماء، نعم أبدعتم. يفقس بيض الضفدع فيخرج منه كائن يشبه والديه، ممتاز، غلط. يخرج يا ثالث كائن هنا لا يشبه والديه، هيك الصحيح، أما أنه يشبه والديه لا يا ثالث. كل الزواحف لها أطراف قصيرة، أيضا غلط الإجابة، لأنه مش كل الزواحف، أغلبها، لأن مثلا عندنا الأفعى لا يوجد لها أطراف، فمش كل الزواحف، أغلب الزواحف. تتكاثر الأسماك بالولادة، أيضا غلط، ما بتتكاثر يا الثالث بالولادة، تتكاثر بالبيض. الآن أقارن بين الحيوانات في الجدول من حيث غطاء الجسم وطريقة التكاثر. السحلية، ما غطاء جسم السحلية؟ أحسنتم، جلد جاف مغطى بالحراشف. طريقة التكاثر، تتكاثر السحلية بالبيض. النعامة يغطيها الريش، طريقة التكاثر أيضا البيض. أما الخروف مغطى في الصوف ويتكاثر بالولادة. أخيرا الحصان مغطى في الشعر ويتكاثر بالولادة. ننتقل الآن للسؤال الرابع، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. ينتمي حيوان البطريق إلى مجموعة، أحسنتم، الطيور. تضع البرمائيات بيوضها في الماء. تتنفس الأسماك بواسطة، أحسنتم، الخياشيم. الآن أحدد أجزاء السمكة على الرسمة. هنا الخياشيم، هنا الزعانف، ويغطيها هنا القشور، وأخيرا الذيل. هيك يا تالت بكون خلصنا أسئلة الوحدة، ويعطيكم العافية، إلى اللقاء.